بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا بمادة الجغرافيا، مكون الجغرافيا قسم السادس ابتدائي. إذا الجديد في الاجتماعيات، مميزات وطني، التنوع السكاني، الهدف. نعم سنتعرف على الهدف، أتعرف تنوع سكان المغرب من حيث العدد ومعدل التزايد والبنية والهجرة الداخلية. نعم إذا تنوع سكان المغرب من حيث العدد ومعدل التزايد والبنية والهجرة الداخلية. طبعا هنا أو ما هي تعلمات تستحضر مشاريع التنمية حاجية السكان مما يستدعي معرفة نمو عددهم وبنيتهم وهجرتهم الداخلية وغير ذلك من المعطيات. إذا شنو هو التعريف؟ ما تعريف النمو السكاني؟ كيف هو نمو سكان المغرب؟ سنقوم بتعريف النمو السكاني وكيف الحال النمو، كيف هو النمو السكان المغرب؟ ما خصائص بنية السكان المغرب التي يعكسها هرم أعمار؟ ما تعريف الهجرة الداخلية وما اتجاهاتها بالمغرب؟ نعم الآن نمر إلى الأنشطة. عندنا النشاط الأول يقول لنا أتعرف معنى النمو السكاني ومعدل نمو السكان بالمغرب. نعم إذا يرتبط نمو السكان بمعرفة عددهم ومدى تزايده أو تناقصه. إذا نمو السكان بمعرفة عددهم وشنو الوقع؟ مدى تزايده أو تناقصه عبر السنوات، مع حسبة نسبة هذا التزايد أو التناقص. نحسب حسبة نسبة هذا التزايد أو التناقص ونستدل في ذلك على معطيات إحصاء السكان الذي تنجزه الدولة كل 10 سنوات تقريبا، يعني كل 10 سنوات تقوم الدولة بإحصاء السكان. نعم هنا عندنا سنة 1982 كانت 20,419,555، في 94 1994 26,000، بعد ما كانت 20 مليون ولات 26 مليون تقريبا، 6 ملايين زادت تقريبا. 2004 29 مليون وزيادة، و2014 33 مليون، 33 مليون. إذا هنا رسموه لنا كمنحنى، في المنحنى مليون نسمة هنا 82 شحال عندنا؟ 20 مليون، 94 26 مليون، 2004 29 مليون، و2014 33 مليون وزيادة. السؤال: أقارن عدد السكان بين سنتي 82 و 1982 و 2014. يعني السؤال مطروح، هل ازداد العدد أم تراجع؟ لاحظوا 82 كانت 20 مليون و2014 33 مليون، إذا ازداد العدد. نعم ازداد العدد، الجواب الصحيح هو ازداد العدد. نعم هنا لحساب معدل التزايد الطبيعي للسكان في سنة معينة نعتمد على نسبة الولادات ونسبة الوفيات. طبعا أتابع الجدول الآتي لأتعرف كيف تخرج كل نسبة. لاحظوا جيدا، إذا عندنا أول حاجة كنمشيو من اليسار، نسبة الولادات. نسبة الولادات عندنا هي عدد الولادات داخل السنة على مجموع السكان في نفس السنة. إذا شنو هي عدد شحال زادوا على مجموع السكان كنضربوها في 1000، كتخرج لنا النسبة بالألف هنا. ونسبة الوفيات كذلك هي عدد الوفيات خلال السنة على مجموع عدد السكان، دائما تدور على مجموع عدد السكان، كنضربوها في 1000 تعطينا النسبة بالألف. ولا بغينا نسبة التزايد الطبيعي سهلة، كنشدو نسبة الولادات اللي خرجت لينا، كنحيدو منها نسبة الوفيات اللي خرجت لينا، كتخرج لنا بالألف، نسبة يعني بالألف ماشي بالمئة، نسبة مئوية يعني نسبة بالألف. ثم نحول الحاصل إلى نسبة بالمئة، يعني نقسمو على 10، نقسمو على 10. هذا طبعا نمر الى التمرين الثاني او النشاط الموالي. هنا قالوا لنا اتدرب على حساب نسبه ولادات ونسبه وفيات عبر المثال الاتي. يلا تبع معايا، واحد القريه فيها 2000 نسمه، ازداد بها خلال السنه شحال؟ 20. شحال زادوا؟ 20. اذا بغينا نقلبوا على نسبه طبعا الولادات، كنشدوا 20 قسموه على المجموع، 20 تقسيم مجموع طبعا مضروبه في 1000 لان كان نسبه بالالف تخرج هنا. اعيد، شحال هذا عدد السكان في القريه؟ 2000. وشحال تزادوا؟ 20. شدوا اللي تزادوا قسموهم على شحال المجموع ونضربوا في 1000. لاحظوا توفي في نفس السنه شحال ماتوا؟ 10 رحمهم الله. وشحال طبعا عندنا المجموع؟ عندنا 2000. اذا نشدوا 10 قسموا على 2000 ونضربوها في 1000، ضربوا ديما في هذه النسبه باش تخرج لنا 5 في 1000. وكيف احسب معدل التزايد الطبيعي بهذه القريه؟ يعني شحال خرجوا لنا نسبه الولادات؟ 10%.
ونسبة الوفيات 5%، 5 في 1000، باردون 5 في 1000. إذا شحال ديال التزايد؟ غنديرو، اعتذر، غنديرو هنا 10 في 1000 ناقص 5 في 1000، شحال تخرج لنا؟ 10 ناقص 5 هي 5 طبعا في الألف. ولا بغينا نحولوها في المئة، غنقسموها هذا على 10، دينا 0.5، شحال دينا 0.5. إذا غنقسموها ديما على 10، من الألف للمئة كنقسموها على 10. إذا هنا قالوا لينا حسبنا هذا الشيء، استخرج معدل التزايد الطبيعي لسكان المغرب سنة 2018، نعم، من خلال المعطيات الآتي. نعم، لاحظوا شحال عندنا السكان، عندنا 34 مليون وزيادة. نسبة الولادة شحال؟ 7 و17.50، ونسبة الوفيات 4.95. إذا شحال معدل التزايد؟ عشدو 17.50 قسم 4.90، 17.50 نقسم لنا 4.90، 14 أو 4.90، 4.90. إذا باش نحسبوا على التزايد الطبيعي هنا صفر، ناخذوا واحد 15 عطينا 6، 7 هي جوج، هنا زيرو. إذا شحال هنا هو التي أعطيه هنا واحد، إذا شحال نسبة التزايد؟ 12.60 في 1000، 12.60 في 1000. إذا بغينا نحولوها للمئة، المئة تنقسموها على 10، كتجينا 1.26، تنقسموا هذا على 10، نقسموا على 10 تعطينا 1.26. نعم، دابا نمر إلى الموالي، النشاط الثاني. نعم، نمر إلى النشاط الثاني الذي يقول لنا أتعرف، أعتذر، أتعرف طبعا بنية العمرية، هي أتعرف البنية العمرية للسكان حسب الهرم. لاحظوا هرم الأعمار، فهو يشبه الهرم، لهذا سمي بهرم الأعمار، هو يشبه الهرم. خلنا نقدوها مزيان، نعم، لأنه يشبه الهرم. أعتقد سأقوم بعدل الورقة باش تجينا واضحة. هي نعم، هنا عندنا الفئة الأولى هي ديال طبعا الطفولة، صغار، فئة الصغار، وهنا فئة الشباب، ثم فئة الشيخوخة. نعم، هنا طبعا الإناث والذكور، طبعا الطفولة، هنا الشباب، ثم هنا فئة ديال طبعا الثالثة اللي هي فئة الشيخوخة، نعم، أو الكبار. توزع السكان حسب الأعمار، أي البنية العمرية. إذا البنية العمرية كتكون من فئة الصغار، الطفولة، والشباب، وفئة الكبار. ويسمى هذا الهرم اليوم بهرم الأعمار، لماذا؟ لأنه يشبه الهرم، رسم الهرم. هذا هو الجواب، لأنه يشبه رسم الهرم. أرصدوا معطيات، نعم، أرصدوا أهم المعطيات التي يعكس هذا الهرم. إذا أهم المعطيات التي يعكس الهرم، عندنا 3 فئات. نعم، عندنا 3 فئات، كيصل لنا الفئة ديال الطفولة، والفئة ديال الشباب، والكبار، ثم الإناث والذكور. ولاحظوا عناصر الهرم، هما هذو عناصر قلنا. قال لك هنا سيدي، اعتذر، الجنس إناث سيكون هنا معهم طبعا الذكور، يعني الإناث هنا نكتبوا الذكور، سهلة هي كلمة ذكور، كتبوها هنايا. أرسلوا على الذكور من 15 إلى 19، لاحظوا من 15 إلى 19، طبعا الذكور من 15 إلى 19، شحال عندنا هنا؟ هنا 500 ألف، مليون ونص. إذا شحال عندنا هنايا من 15 إلى 19 الذكور؟ عندنا 1,500,000، 1,500,000. نعم، أنا أقيد لكم هنا 1,500,000. إذا هذه ديال طبعا الذكور من 15 سنة ل 19، عندنا 1,500,000، هي باش تبان لكم 1,500,000. بالنسبة أرسلوا على الإناث من 20 سنة ل 24، فين 20 سنة؟ ها 20 سنة ل 24، ها هما إناث. عندنا تل هنا اللي هي 1,500,000 كذلك، ها هي 1,500,000. نعم، هنا قال لك احسبوا النسبة المئوية المطلوبة في الجدول. نعم، واخا نحاول نبينوها مزيان هذا باش يبان لكل شيء. الفئة من 0 ل 14 شحال عندنا الذكور؟ 30%. والفئة من 15 ل 25 شحال كاين الذكور؟ 60%. وشحال عندنا المجموع؟ 100%.
الا بغينا نقلبوا على هذا غنجدوا 30 زائد 60 شحال 90، غنديروا 100 ناقص 90، 100 ناقص 90، فنجد طبعا اللي كثر من 15 سنه 10. علاش؟ لان درنا 100 100 ناقص 90، اذا لقينا 10. ها كيفاش حصلنا عليها؟ شدينا ديال الصغار 30 زائد ديال الشباب اللي هما 60 هي 90، شحال عندنا المجموع حنا؟ 100، نديرو 100 ناقص 90 هي 10، اذا هنا 10. لاحظوا هنا ديال الاناث، هنا 27 ما عطاوناش ديال الشباب وعطاونا ديال الكبار، والمجموع غنجمعو 27 زائد 10، 27 زائد 10 هي 37، غنشدو 100 ناقص 37، نديرو 100 ناقص 37، هاهي 100 ناقص 37، ناخدو هنا واحد هي 3، هنا 6، إذا 63%، إذا نسبة الشباب ديال الإناث 63%. دابا غنمشيو للنسبة العامة، عندنا هنا 28%، وشحال عندنا هنا؟ 62%، 28 زائد 62، 26 80 هي 90، هنا 90%، شحال عندنا المجموع؟ 100%، 100 ناقص 90 هنا شحال تكون هنا؟ 10، 10%، شحال تكون هنا؟ 10%، نعم. نكمل، عندنا هنا أرصد عدد السكان الحضاريين والقرويين حسب الجنس 2019، لاحظوا معايا حسب الجنس، وعندنا هنا إذا توزيع السكان المغرب بين المدن والبلدان سنة 2020، أرصد عدد السكان الحضاريين والقرويين، نعم، إذا هنا خصهم يديروا لنا 2020 بحال هذه، إذا شحال عندنا الحضاريين؟ الحضاريين هما هادو، أو الحضاريون هما هادو، هما 21 مليون وزيادة. او 968 قلت 22 مليون تقريبا، والقرويين ها هما شحال عندنا؟ قالوا شحال عندنا؟ 13 مليون و251446. اذا حنا رصدنا الحضاريون هما هادو، هادو القرويين. اقارن بين المدن والقرى من حيث عدد السكان، وابين ان كان سبب التفاوت يقتصر على الطبيعه من الهجره. نعم، مقارنه اولا بين المدن والقرى، اذا عدد السكان بالمدن اكبر، عدد السكان بالمدن نكتبوها هنا، عدد السكان طبعا بالمدن أكبر بكثير من عدد السكان بالبوادي، إذا عدد السكان بالمدن أكبر من البوادي. إذا السبب، سبب التفاوت هو الهجرة، الداخلية، ليس فقط، لا يقتصر فقط على التزايد الطبيعي، بل الهجرة الداخلية، نعم، البحث عن العمل وربما تأثر ديال الجفاف وغير ذلك، قلة السقطات. يعبر النمو الديموغرافي عن تطور عدد السكان بفعل التزايد والهجرة. أبين ما يميز النمو الديموغرافي عن التزايد الطبيعي. إذا عندنا التزايد الطبيعي والنمو الديموغرافي، ما يميز النمو الديموغرافي هو الهجرة، زايد عليه الهجرة. النمو الديموغرافي، إذا الديموغرافي عنده ما يميزه عن التزايد الطبيعي هو الهجرة، كنزيدو تا الهجرة، تا عدد الناس اللي هاجروا. عندما نحسب النمو الديموغرافي إضافة إلى التزايد السكاني، التزايد الطبيعي كاين كذلك الهجرة، إذا ما يميزه هو الهجرة، أعيدها. نمر إلى النشاط الثالث، أتعرف معنى الهجرة الداخلية واتجاهاتها بالمغرب. نعم، في كتبشي معنى الهجرة، هاجر رجال وأسرته من منطقتهم واستقروا بحينا حيث وجد الأب عملا وخدمة اجتماعية. إذا الأسباب الهجرة غالبا بحث العمل والخدمات الاجتماعية. بحثت في قاموس عن معنى الهجرة فوجدته يطابق ما قام به جارنا. إذا هنا من أسباب الهجرة البحث عن مناطق توفر الشغل ومرافق الصحة والتعليم، طبعا الخدمة الاجتماعية، مغادرة مناطق بها الجفاف، التصحر والاستقرار بمناطق لها مؤهلات. نعم، التوجه نحو مدن حيث الرواج الصناعي والتجاري، هذه هي الأسباب الرئيسية. نعم، أحدد مما يأتي ما يعبر عن هجرة داخلية، واش تتم داخل المغرب ولا تتم نحو أوروبا وتتم نحو دول مجاورة. داخلية فهي داخل المغرب، هي داخلية داخل المغرب. نعم، هنا غنمشيو اتجاهات طبعا الهجرة الداخلية، ولاحظوا فكتبان الدار بدا انها طبعا مكتظه بالسكان، اذا الكثافه السكانيه كثيره نظرا لوجود انشطه اقتصاديه. استخلص اسبابها في ضوء تنمي الصناعه بالدار بدا. اذا الاسباب ديالها وهو وجود توفر الشغل، توفر بالدرجه الاولى الشغل طبعا،
وكاين اسباب اخرى طبعا، الجفاف والتصحر، وهذا كيؤدي الى الناس يهاجروا الى المناطق اللي فيها الشغل. استنتج مساهمتها في توسع المدينة. نعم، فالهجرة تساهم بشكل كبير في توسع المدينة باعتبار ان كيهاجروا لها عدد كبير طبعا بحثا عن الشغل والخدمات الاجتماعية، فتتم توسعة المدينة. استخلص من الجدول الآتي مساهمة الهجرة الداخلية في تزايد عدد المدن ونسبة. نعم، لاحظوا جيدا، شوفوا الجدول، عدد السكان في 71 طبعا في تطور السكان. نعم، إذا كما قلنا 1982 عندنا عدد السكان شحال كانت في الأول في 71؟ 5 مليون ولات 8 مليون، هنا ولات 13 مليون، في حين كانت 184 طبعا مدينة، ولات هنا 245 مدينة. توسعوا المدن، هنا ولات 318 مدينة. شوفوا النسبة ديال التمدين، كانت 35.2 ولات 42.6 ولات 51%. إذا هنا طبعا بسبب الهجرة تزايدت عدد المدن، هاي تزاد عدد المدن، وبالتالي تزادت نسبة التمدين. لاحظوا الدار البيضاء في 1960 طبعا غير ما كانتش مكتظة بزاف، ولكن في 2020 فأصبحت مكتظة وازدحام شديد، إذا بسبب طبعا الهجرة الداخلية بحثا عن فرص الشغل. هنا عندنا دابا أهم مناطق الهجرة ومناطق استقبال، مناطق اللي هجروا منها ومناطق استقبال. ولاحظوا خيط أربعة، الهجرة الداخلية بين جهات مرسلة وأخرى مستقبلة. إذا هذه مستقبلة، الدار البيضاء سطات الجهة، الرباط سلاق نيطرة مستقبلة، طنجة تطوان الحوثيين مستقبلة، فاس مكناس مستقبلة، ومراكش أسهدو جهات مستقبلة. إذا 70% سكان المغرب و18% من مساحته، المهم 76% من الناتج الداخلي الخام. واخا خليونا هنا، هادو الاتجاهات الرئيسية للهجرة، هادو اللي كيهاجروا سوس ماسة، بني ملال، جهات الشرق، قلميم، درعا، العيون، الداخلة والدهب. إذا هادو هما الجهات السبع التي تنطلق منها الهجرة، وهادو الجهات طبعا الخمس التي تستقبل الهجرة. حنا أرصدوا الجهات الخمس التي تستقطب الهجرة، هما هادو، ها هما، بلا ما نقولهم مرة أخرى. أرصدوا الجهات السبع التي تنطلق منها الهجرة، هما هادو، هادو ملي كتنطلق منهم الهجرة. اقترحوا بعض الحلول. نعم، ممكن دعم مشاريع كبرى المغرب الاخضر، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطه، دعم التنميه الجهويه، وديروا بحث في هذا طبعا، وساساعدكم، طرحوا اسئله وساساعدكم في التلاميذ الاعزاء. هنا دابا غنمشيو طبعا النشاط او الخريطه، ها هي عندنا هذه الخريطه، هذه ديالاش توسع المناخ جاء في المغرب. توسع المناخ ده سبب، يعني قله التساقطات كانت سبب في تزايد نسبة التمدين بين 1960 و2000. إذا طبعا هنا 1960 لاحظوا كي كانت المنطقة هنا كبيرة خضراء، يعني مناخ رطب، لاحظوا هنا هنا صغار، مناخ رطب هنا ولا ضعيف. إذا طبعا هنا كانت، لاحظوا مراكش وغير مراكش كانت كلها منطقة طبعا شبه جاف، هنا ولا لنا منطقة شبه جاف، هنا جاف. لاحظوا المنطقة اللي كانت رطبة كبيرة هنا صغارة مرة، منطقة أصبحت ضعيفة. إذا هنا توسع ماذا؟ المناخ الجاف، جيد، توسع مناخ الجاف. أرسل المنطقة الخضراء، نوع المناخ الذي ينتشر أكثر على حساب آخر. إذا هنا كان في المنطقة الشمالية كان المناخ الرطب، وهنا كان المناخ طبعا الصحراوي. هنا المناخ اللي ولا أكثر هو المناخ الجاف والشبه الجاف، شبه الجاف والجاف. نعم، إذا استخلصوا آفاق الهجرة الداخلية مع السيف حال ظاهر الجبل المغرب، واقترحوا حلول. إذا في نظري أنه ما سيقع هو ينبغي الحلول اللي خاص باش حتى لا تزاد انتشارا ظاهرة طبعا الهجرة، ينبغي حلول توفير مثلا الدعم من طرف الدولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، دعم التنمية ديال الجهة، الاهتمام بالجهة، الاهتمام طبعا إنشاء مراكز وشركات ومعامل طبعا في المناطق التي غالبا ما سكانها يهاجرون.